ليث أبو جودة مشغول هالفترة بالتحضير لأغنيتين ورح ينزلهم خلال الأشهر الجاية. ومثل ما الكل عارف هو مستقر بمصر ومن هناك بيشتغل على أعمال جديدة مع الشعراء والملحنين. وبما أنه صبحي كان موجود بمصر زار ليث بالاستوديو وجاب لنا شوية تفاصيل عن هالعملين يلي عم يتحضروا. كلماتي أنا وكلمات صديقي عمر علي صديقي معهد سينما لما طلع معي لحن هاي الأغنية من غير كلام فبلشت أكتب فطلع معي الكلام وكل شوي أقعد أنا وعمر عندي في البيت نغير ونظبط ونظبط بس يعني هو اللحن إجاك أول شيء لحن صار له في راسي 3 سنين أوكي والله العظيم يعني ليه إنه هي الميلودي هي الميلودي الميلودي لا 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 شفت هاي هذا اللحن كان في بالي من زمان كنت عم بفكر أخلي كل الأغنية نفس هاي 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 التيمة بتعيد حالها زي مثلا على عين موليتين ومن بعد شغل كتير على هالأغنية قرر ليث إنه يبدأ بشي كاتشي لا يعلق مع الناس وعلى قد ما الأغنية علقت براسي قررت إني غنيها معه لا لا ولا لا ولا لا 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 ولا لا ولا لا خلاص نعتذر للجمهور يعني عن الصوت اللي عم تسمعوا أكيد رح تعذروني وبنصحكم تسمعوا ليس عم بيغني بدوني هالأغنية باللهجة المصرية وعنوانها مليون لا وزع له إياها صديقه إلهام يدهيمة اللي كان معنا بالاستوديو عذبك فيها؟ قوي ليش؟ لا هو ليس متعب في الشغل صراحة أنا متعب؟ أنا برضو متعب؟ لا والله عسل هو جميل والله بس يعني قعدنا اشتغلنا عليها فترة كبيرة قوي وكل شوية جلنا فكرة فنزود عايزينها فيها جيتارات ديستورشن وعايزين فيها مزمار وعايزين فيها يعني فيها فيوجن كده بين الأغنية البلدي الصعيدي عادي وفي نفس الوقت أبديت قوي وأبديتد إن هي تبقى فيها الأصوات الجديدة بتاعتنا فالحاجات دي أخدت وقت وبما أنه هالأغنية إيقاعية مثل معظم أعماله فقرر ينزل قبلها أغنية تانية رومانسية واختار إنها تكون كفر لأغنية أحبيني لكاظم الساهر أحبيني لأسبوعي لأيام لساعات هاي الأغنية من أول ما نزلت كنت أنا ولد صغير أنا لسه بنحكي عن ولد صغار فكنت مصدق الحالة بتذكر أن أول ما نزل هذا الألبوم كنت في عمان أول واحد اشتريته وروحت فيها على فلسطين كان أنا وقعدت أسمعه بتذكر أنه كل مرة كنت بروح من المدرسة عشان أشغل السيدي في البيت وأسمع حبيني بلا عقد يمكن عمري شو 12 سنة بيحب واحدة من غير عقد كيف مش فاهم ومن بعد نجاح العمل ليس عم بيحضر أغنية لبنانية درامية بعنوان ندمان كلماته وألحانه ورح تكتشفوا فيها مساحات جديدة بصوت ليث لو مهما تحكي وتحكي تيجي لعندي وتشكي من بعد أيامك شو صابي يعني هاي الغنية برضو صار لي كاتبها وملحنها تقريبا 6 شهور واللي عم تسمعوه هذا بس الديمو اللي عم يشتغلوا عليه ليث والموزع أحمد حسام احكي لي شوي عن الأغنية اللبنانية تفضل والله احنا لسه بنشتغل عليها من حوالي 3-4 شهور كده جاب لي اللحن بتاعها وقعد غير الكلام بتاع مثلا 4 مرات لحد دلوقتي كنا مفكر ننزل الديمو فيرجن الاول بعدين نعمل فول فيرجن بعدين قلنا لا خلاص هنوزعها على طول نشتغل عليها فاحنا حطينا بس زي هيدلاينز كده عشان نغني عليها